وتلاوة القرآن من أهل التقى سيما بحسن شجا وحسن بيان. أشهى وأوفى للنفوس حلاوة من صوت مزمار ونقر متان، وحنينه في الليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فحياكم الله مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات شرح غريب القرآن من منظومة الحافظ العراقي رحمه الله. واليوم وكعادتنا لنا وقفة مع خمسة ألفاظ من كتاب الله، وهي أولا لفظ أواه، ثانيا آل، ثالثا أوى، رابعا آوى، خامسا أيد. ولنبدأ على بركة الله. أتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أما اللفظ الأول فهو لفظ أواه الذي جاء في سورة التوبة في قول الله عز وجل إن إبراهيم لأواه حليم، وكذلك في سورة هود في قول الله عز وجل إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أواه أي دعاء، أواه دعاء كثير الدعاء. روي هذا التفسير من غير وجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه الطبري عن ابن مسعود بسند حسن. واختار هذا القول إمام أهل التفسير أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. هذا هو اللفظ الأول، أواه دعاء كثير الدعاء. اللفظ الثاني لفظ آل، لفظ آل كما في قول الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وكذلك في قول الله عز وجل ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، وكذلك في قول الله عز وجل وأغرقنا آل فرعون. هذا اللفظ جاء كثيرا في كتاب الله عز وجل. الآل في اللغة أهل الرجل، أهل بيته وذريته، وأيضا آل أتباع الرجل، أتباع الرجل، وأيضا آل كما ذكر ذلك البغوي في شرح السنة في بعض المواضع يفسر الآل بشخص الرجل. وإذا هذا في اللغة الآل في اللغة يحتمل هذه المعاني. ولنأخذ مثلا آل محمد. آل محمد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام أنه قد اختلف في معنى آل محمد على أربعة أقوال. قيل أولا هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وقيل هم أزواجه وذريته خاصة، وقيل هم أتباعه إلى يوم القيامة، وقيل هم الأتقياء من أمته. وفي الحقيقة تحقيق القول في هذه المسألة أن بعض المواضع من الكتاب والسنة يتعين حمل لفظ الآل على معنى الذين تحرم عليهم الصدقة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في الصدقات إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، هنا يتعين حمل الآل على الذين تحرم عليهم الصدقة. وأيضا هناك بعض المواضع يتعين حمل الآل على بمعنى يتعين حمل الآل على الأتباع كما في قول الله عز وجل وأغرقنا آل فرعون، فهنا يتعين حمل الآل على الأتباع. ففرعون لم يغرقه الله وحده أو أنه أغرق آل بيته فحسب، لا، بل أغرق جميع أتباعه الذين كانوا معه، بدليل قول الله عز وجل في سورة الإسراء فأغرقناه ومن معه جميعا، وبدليل قول الله عز وجل فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. هناك بعض المواضع تحتمل مثل قولنا في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهذا اللفظ يحتمل للأتباع ويحتمل لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. والذي نرجوه من الله عز وجل أن يكون المراد بالآل في هذا الموضع جميع أن يكون المراد بالآل في هذا الموضع جميع أتباعه إلى يوم القيامة. إذن باختصار لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك، هذا هو المراد بلفظ الآل.
اللفظ الثالث الذي معنا هو لفظ أوى، كما في قول الله عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف، وأيضا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أوى بمعنى انضم والتجأ. إذ أوى الفتية إلى الكهف أي إذ انضم الفتية والتجأوا إلى الكهف. وقول الله عز وجل: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي سأنضم وألتجئ إلى جبل يعصمني من الماء. ومنه أيضا لفظ المأوى، كما في قول الله عز وجل: جنة المأوى، فإن الجنة هي المأوى، فإن الجحيم هي المأوى. المأوى اسم للمكان الذي يؤوى إليه. اللفظ الرابع الذي معنا لفظ آوى، لفظ آوى، وأرجو أن ننتبه للفرق بين الرابع واللفظ الثالث. اللفظ الثالث آوى بالقصر، اللفظ الرابع آوى بالمد. آوى كما في قول الله عز وجل في سورة يوسف: آوى إليه أخاه، آوى إليه أبويه، كما كذلك في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى. معنى آوى: آوى إليه أخاه، أي ضمه إلى نفسه. آوى يوسف أخاه، أي ضمه إلى نفسه وبقي أخوه معه. هذا هو المراد بلفظ آوى، ضمه إلى نفسه. اللفظ الأخير الذي معنا لفظ أيد، الذي جاء في قول الله عز وجل في سورة صاد: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وكذلك في قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الأيد آد يئيد أيدا، الأيد القوة، وقيل القوة الشديدة. أيد تختلف عن لفظ أيدي. أيدي إن شاء الله تعالى سنتكلم عن هذا اللفظ فيما بعد، لكن هنا نحن عندنا لفظ أيد. الأيد القوة. هذه الألفاظ الخمسة نعيدها بإيجاز واختصار: أواه، آل، أوى، آوى، أيد. أواه دعاء، كثير الدعاء. آل في اللغة تطلق على أهل بيت الرجل وذريته، وتطلق على أتباع الرجل، وتطلق أيضا على شخص الرجل. اللفظ الثالث لفظ أوى، أي انضم والتجأ. اللفظ الرابع آوى، بمعنى آوى إليه فلان، أي ضمه إلى نفسه. اللفظ الخامس أيد بمعنى قوة. هذه الألفاظ الخمسة مشاهدين الكرام، أرجو أن ينفع الله بها الجميع، وبإذن الله تعالى لنا عودة وقفة أخرى مع مزيد من ألفاظ كتاب الله. ألقاكم في حلقة أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أواه للدعاء فدعوا وابرعوا، وحوكي التأوه التوجع، وآل فرعون فقومه الألف من واو نوها إن كذا فيه اختلف. والأول القول الأصح دل تصغيره بقولهم أويلا. آوى أوينا اقصرهما ضممنا، بالمد أويناهما ضممنا. أيد هو القوات.